أجواء تعرفها الأسواق التونسية بمناسبة المولد النبوي الشريف، حيث يتسابق التونسيون على شراء لوازم إعداد أعصدة الزقوقو رغم ارتفاع أسعار مكوناتها، وهي وجبة تحلية تتكون أساساً من حبوب الصنوبر والفواكه الجافة. الأسعار السنية ياسر غالية، ملي كان تو حتى الحكوك هذوك نتاع عرطل كانوا في 8000 في 9000، تو في 11000، الزقوق والكعب تو في 16800. إصرار التونسيين على الحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم والأجواء الخاصة بإعداد عصيدة الزقوق وتزيينها بما توفر من الفواكه الجافة ساهم بحسب منظمة الدفاع عن المستهلك في ارتفاع الأسعار رغم حالة الركود الاقتصادي. قلنا راهو الامكانيات تاع المواطن اليوم ما ينجم يشري الا حسب الامكانيات نتاعو، اذا كانت توفر له الامكانيات الماديه فيحبذا، لكن اذا كان ماهوش متوفرلوش الامكانيات الماديه فماذا بينا ما يشريش وما يدخلش في متاهات تاع شراءات عشوائيه اللي من بعد ترجع بالوبال على عائلته وعلى مقدرته الشرائيه. ارتباط احياء المولد النبوي الشريف في تونس باعداد حلوى عصيده الزقوق رغم ارتفاع تكاليفها يعكس تشبثاً بالعادات والتقاليد، تقاليد تنعشها تظاهرات الإنشاد الديني والمدائح الصوفية. أصوات المقرئين المرتفعة وإنشادهم لقصيدة الهمزية التي تروي السيرة النبوية امتزجت بين التمسك بالجانب الروحي وجانب التقارب الاجتماعي، وهو ما يفسر إقبال المواطنين المكثف على مقام أبي سعيد الباجي الذي تم استهدافه بالحرق من قبل متطرفين بعد الثورة. وإحنا الاحتفال بتاعنا هنا في سيدي أبو سعيد الاحتفال بتاعنا بالمولد ولا يتعمل بصفة منظمة من يتحرق. تعرف تحرق نهار 12 جوان 2013 عشر أيام قبل المولد، والتحدي اللي عملناه اللي عودنا كوننا كل شيء باش عملنا احتفلنا بالمولد اللي جات حفل عظيم جاء، وكل عام هذه السنة الرابعة دونك اللي نحتفلوا بالمولد. ويبقى لاحتفالية المولد النبوي الشريف طابعها الخاص الذي أدخل حيوية ودفئا على شوارع المدينة في ليالي ديسمبر الباردة. أيمن الرزقي، سكاي نيوز عربية، تونس.